السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك كنت بسأل حضرتك إن كان في متصلة سألت حضرتك على الصلاة فقلت لها إذا خرج وقتها هل خروج وقت الصلاة بأذان الفرد اللي يعني لو الظهر دخل العصر يبقى كده؟ طبعا وقت الظهر ينتهي بدخول العصر، وقت العصر ينتهي بدخول المغرب.